متابعينا كنرحب بكم في عرض جديد من عروض شقق موقع جميل من ناحية السكن وكذلك هذا الابارتمون وكذلك لاكور عندنا 76 في الداخل ديال لابارتمون و35 متر في بناية من اير بلوس 4 بالسانسور وكذلك بالمرعب ديال السيارات مخصص للجلسة البلدية وبهذا الشرجم بحجم كبير. متابعينا كنرحب بكم في عرض جديد من عروض شقق فاس. كنرحب بكم في موقع جميل قريب من كلينيك الرازي محسوب على طريق عين الشقف. موقع جانا ما بين طريق عين الشقف وطريق موزة. جبنا لكم شقق بمساحات متوسطة. جبنا لكم الطبق الأول بمساحة ديال 135 ما بين الداخل ديال لابارتمون وكذلك لاكور. عندنا 76 في الداخل ديال لابارتمون و35 متر بالنسبة للاكور. حنا في بناية من اير بلوس 4 بالسانسور وكذلك بالمرعب ديال السيارات والدروج عادي والسطح كملكية مشتركة ما بين السكان. عندك جوج ديال لي زابارتمون في الايطاج. خليكم في الفيديو. هذا هو المدخل الرئيسي. كندخلو كنلقاو هاد الاستقبال بالديزاين مقسوم من ناحية القبص. ديزاين مخصص للجلسة البلدية وبهذا الشرجم بحجم كبير بإطلالة مشمسة في الفترة المسائية بشكل كافي. أعطانا الفروجية للاستقبال. الأرضية ديال الشقق بالرخام في جول المرافق. بالنسبة للاستقبال وكذلك المطبخ والغرف بزليج باركي. تشوفوا الغرفة الأولى. الغرفة الرئيسية جاتنا بالحمام. الحمام بالأكسسوارات اللي كتحتاجهم في الحمام ديالك ومزلجين في الحيوطة من الأرض حتى للبلافو. الأرضية بزليج فو باركي. في القلب ديال الغرفة هاد الخزانة بجوج ديال البيبان مقسمة ومغلفة كما ينبغي. بلاصة ديال التعلاق وبلاصة ديال الترطيب بهذا الديكور الممتاز في الراس ديال الناموسية. عطانا منظر جميل للغرفة ديال النوم. الغرف بمساحات جميلة والأجمل في الغرفة ديال النوم مفتوحة على بالكون بإطلالة على الشارع بالزجاج ترومبي وكذلك بالإينوكس. سامبل من ناحية الصباغة وكذلك من ناحية القبس. أعطانا الفروجية للغرفة ديال النوم. عندنا جوج ديال الحمامات. هذا الحمام الرئيسي ديال الغرفة ديال الشقة عفوا خارج الغرفة بالأكسسوارات ديالو بالباسك موبلي ومزلج في الحيوطة من الأرض حتى للبلافو. نشوفو باقي الغرف. هذه الغرفة الثانية كذلك جاتنا بالبلاكار وبالإطلالة ديالها على لاكور. المساحة ديال لاكور كبيرة 35 متر وبالنسبة للثمن كيتحسب لك النص. بالنسبة للشقق جاونا بجوج ديال الغرف وبالصالون وبالسيجور وبالمطبخ وكذلك بلاكور وبالبالكون. عندنا المطبخ مقسم بالام دي اف بلاصه ديال الثلاجه وكذلك الاكسسوارات بما فيهم لاهوت وجنا البوطاجي على شكل ال بالجرانيت. نشوفوا لاكور بمساحه كبيره كيخليك تستغني على السطح. المساحه ديال لاكور كتفوق 30 متر. احنا في موقع جميل قريب من كلينيك الرازي. موقع جميل من ناحية السكن وكذلك هادئ. وكما شفتوا لا فينيسيون ديال الشقق في المستوى. الأرضية ديال الاستقبال بالرخام. وعندنا جوج ديال الغرف بالبلاكار. بالنسبة للثمن ديال الشقق هو 65 مليون سنتيم. قابل للتفاوض معكم غير تزوروا الشقق
وتطلعوا على الموقع بشكل مباشر، وكذلك تطلعوا على التصميم وكذلك الفينيسيون، وغتلقاو الاجمل وكذلك الانسب على الصفحه ديالنا على الفيسبوك، وكذلك الانستغرام شقق فاس، وكذلك القناه ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. والى اللقاء، الى عرض جديد من عروض شقق فاس.